السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة من قناة الموريتانية نشرت الأخبار وفي أبرز عناوينها: مجلس الوزراء يصادق في اجتماعه الأسبوعي على اتفاقية قرض مخصص لتمويل مشروع دعم تشجيع المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب. الجمعية الوطنية تصادق في جلسة علنية على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية باريس المتعلقة بالتغيرات المناخية. الناخبون في غامبيا يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد من ضمن 3 مترشحين، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع. أهلا بكم في التفاصيل. نبدأ نشرتنا ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة احتفال بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعيدها الوطنية. وجدد رئيس الجمهورية لسمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حرص بلاده الدائم على مواصلة العمل على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين. ووجه رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الفخامة السيد بوهانج فوراتشيثيس رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطنية. وجدد رئيس الجمهورية لرئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح شعبيهما الصديقين. صادق مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بين بلادنا والصندوق الإفريقي للتنمية مخصص لتمويل مشروع دعم وتشجيع المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب. كما صادق المجلس على مرسوم يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني. ندعوكم فيما يلي لمتابعة النص الكامل لبيان المجلس الوزراء ومعه تعليق الزميلة اسماء عثمان بلغة الإشارة. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس فاتح دجنبر 2016 تحت رئاسة السيد محمد بن عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بالتاريخ 4 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل مشروع دعم تشجيع المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب. يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل مشروع دعم تشجيع المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب. ويبلغ الغلاف المالي للقرض موضوع مشروع القانون الحالي 2,624,000 وحدة حسابية، وهو ما يعادل حوالي 1,290,000,000 أوقية، وسيتم تسديده على مدى 40 سنة، من بينها فترة سماح قدرها 5 سنوات، وبرسم خدمة بواقع 0.75% من أصل القرض المسحوب وغير المسدد، وبرسم التزام قدره 0.5% سنويا من أصل المبلغ الباغي بغير سحب. كما درس المجلس مشاريع المراسيم التالية وصادق عليها: مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة ميناء واليبو المستقل. مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح المعهد السعودي للعلوم الإسلامية والعربية. مشروع مرسوم يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى المصادقة على البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني المعد وفقا لمقتضيات المادة 6
من القانون رقم 020-2011 الصادر بالتاريخ 27 فبراير 2011، المتضمن مدونة الطيران المدني، والمادة 74 من المرسوم رقم 092-2011 الصادر بتاريخ 31 مارس 2011 المطبق للمدونة المذكورة، بالإضافة إلى القواعد القياسية والتوصيات الواردة في الملحق 19 لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني المصادق عليها بتاريخ 7 دشمبر 1944. مشروع مرسوم يحدد شروط نشر الجريدة الرسمية على الإنترنت. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الشروط التي يمكن أن يتم وفقا لها نشر المعلومات القانونية على شبكة الإنترنت، وذلك طبقا لترتيبات المادة 9 من المرسوم رقم 118-2008 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2008 المتضمن تنظيم مصالح الوزارة الأولى. ويأتي مشروع المرسوم المذكور في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز شفافية العمل العمومي من خلال المزيد من نشر المعايير القانونية المطبقة سواء داخل الإدارة أو في أوساط الجمهور العريض. وعلى ضوء نتائج الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية خلال فترة ما بين 27 و30 نوفمبر 2016 لولاية أدرار، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانئه الحارة لسكان هذه الولاية على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة الهامة التي ترأس خلالها مراسيم رفع العلم الوطني بمناسبة الذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني، كما أشرف على تدشين وانطلاق ومتابعة مشاريع تنموية كبرى. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة الاقتصاد والمالية، ديوان الوزير، المستشار المكلف بالإصلاحات والمتابعة وتقييم أحمد دول العلي، المدير العام لترقية القطاع الخاص بنفس الوزارة السابقة، المفتشية العامة الداخلية، مفتش علي والزروق، المدير المساعد للمتابعة والتقييم بنفس الوزارة السابقة، الإدارة المركزية، المديرية العامة للدراسات والإصلاحات والمتابعة والتقييم، مديرية المتابعة والتقييم، المدير المساعد السالك جلول الطلبة، المديرية العامة للاستثمارات العمومية والتعاون، مديرية برمجة الاستثمارات العمومية، المدير فال خيار مدير إعداد قوانين المالية السابقة، المديرية العامة لترقية الاستثمار الخصوصي، المدير العام مختار محمد وقاقيه مهندس في الميكانيكا العامة إطار بالمديرية العامة للضرائب السابقة، مديرية الشباك الموحد ومتابعة الاستثمارات الخصوصية، المدير المصطفى مولود مهندس في المعلوماتية، وزارة المياه والصرف الصحي، ديوان الوزير مكلف بمهمة محمد عبد الله والحمد الطالب مستشار مكلف بالمياه في نفس الوزارة السابقة، مستشار مكلف بالمياه محمد المختار والطالب مدير المياه بنفس الوزارة السابقة، الإدارة المركزية، مديرية المياه، المدير محمد الجد مدير التخطيط والمتابعة والتعاون بنفس الوزارة السابقة، وزارة البيئة والتنمية المستديمة، الإدارة المركزية، مديرية الشؤون الإدارية والمالية، المدير بوه شيخ يحيى مفتش بنفس الوزارة السابقة خلفا لسيد موسى بي الذي استفاد من حقه في التقاعد، الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، ديوان الوزير، المفتشية العامة الداخلية، مفتش محمد والبوط مدير الشباك الموحد ومتابعة الاستثمارات الخصوصية السابقة، الإدارة المركزية، المديرية العامة للميزانية، مديرية إعداد قوانين المالية، المدير مختار السعد. هذا وعلق كل من وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد لميم الشيخ
ووزير التجهيز والنقل السيد محمد سالم والعبد الرؤوف مساء اليوم في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، من بينها مشروع مرسوم يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدنية. وبدوره أوضح وزير التجهيز والنقل أن البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني يتمحور حول تحديد سياسات وأهداف السلامة وتسيير مخاطر السلامة، إضافة إلى ضمان السلامة والنهوض بها. وقد رد الوزيران على مختلف الأسئلة التي تقدم بها الصحفيون خلال المؤتمر الصحفي. وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة وقائع هذا المؤتمر الصحفي مباشرة بعد النشرة الرئيسية باللغة الفرنسية لهذا المساء. وبانتهاء التعليق على اجتماع مجلس الوزراء نودع الزميلة أسماء عثمان التي علقت عليه بلغة الإشارة مشكورة. أدى رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز مؤخرا زيارة لولاية أدرار، اطلع خلالها على أحوال ساكنة الولاية ودشن بعض المشاريع التنموية في مجالات الزراعة والطرق والطاقة والتعليم، كما تفقد بعض البنى التحتية التي هي قيد الإنجاز. ملخص عن هذه الزيارة مع مختار بابا والأحمد. زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز التي دامت أياما في ولاية أدرار كانت فرصة مناسبة عبر خلالها سكان هذه الولاية التي تقع في الوسط بين أهم ولاياتنا الشمالية عن ترحابهم برئيس الجمهورية وعن تثمينهم لما تحقق من إنجازات أصبحت واقعا ملموسا، وتقديرهم لبرامج والمشاريع التنموية التي تعزت كثيرا في الولاية. مدينة أطار حمل رئيس الجمهورية بشائر الخير إلى أطر الولاية، ومن خلالهم إلى السكان المحليين، إلى المزارعين، ثم إلى المستثمرين في ولاية النخيل. كان رئيس الجمهورية حريصا على أن تعطي هذه الزيارة دفعا جديدا وحقيقيا لعجلات التنمية التي لم تتوقف في منطقة إلا وانطلقت من جديد في ديناميكية عمل دؤوب كان سيادته يراقبه عن كثب ويتابعه ميدانيا كلما سنحت سانحة، لا لشيء سوى أنه التزم ذات مرة أمام مواطنيه في ولاية أدرار بأن يفي لهم الكيل حتى ينالوا من حقهم مشروع ما يؤمن العيش الكريم ويضمن لهم حياة سعيدة مع تنمية مستدامة في مناطقهم الأصلية بعيدا عن التحديات التي تفرض الهجرة من الريف إلى العاصمة. من أطار في بطحاء هضبة أدرار إلى منطلق المقاومة المسلحة منطقة أزوجي التاريخية، حيث سطر أبناء هذه الولاية بدمائهم وبأحرف من ذهب صفحات مشرقة من تاريخ المقاومة الوطنية ضد الاستعمار، إلى مقاطعة الشوم في سفح جبل تنزاك الذي لم يعد كما كان لسنوات طويلة خلت عائقا غير طبيعي في منطقة كل شيء فيها اليوم طبيعي بعد فك العزلة عنها وشق الطرق قهرا بإرادة صارمة وصادقة من رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الذي قطع المسافات الشاسعة والسهول الوعرة برا وجوا أحيانا للاطمئنان بنفسه على الظروف الصحية والتعليمية للمواطن أولا ثم على الوضعية العامة للبنية التحتية ثانيا، التي أكد في كذا مناسبة أنها يجب أن تشمل خدماتها كل المواطنين وفي كل مناطق البلاد. رئيس الجمهورية في أضغان ولاية أدرار تمحورت زيارته التفقدية بين الإعلان عن انطلاقة مشروع أو تدشين آخر بعد اكتمال أشغاله إذانا بولوج السكان إلى خدماته كالطاقة التي تعزت والصحة التي تطورت والتعليم والطرق.
والزراعة التي احتلت نصيب الأسد من برنامج الزيارة، حيث كان سيادته يدخل المزارع التقليدية ويتجول في واحات النخيل بحثا عن أبرز المشكلات التي ما زالت بالنسبة لمزارعي الولاية تعد عوائق أمام عصرنة وتطوير المنتوج الفلاحي من التمور والخضروات. وكان أيضا يشرف ميدانيا على معاينة المزارع النموذجية التي تعتبر هي الأخرى تجربة ذات مواصفات تخدم الرقي المنشود. التحام القمة بالقاعدة الشعبية يشكل محورا آخر عكس اهتمام رئيس الجمهورية بالفئات الأقل دخلا من المواطنين والأبعد مسافة، حيث اعتلى سيادته رباعيات الدفع ميمما وجهه شطر القصي من الولاية في رحلة شتاء طالت محطاتها ظهر الجبل الأزرق في شرق وغرب وجنوب الولاية بدءا من منتهى الواد في ضواحي قصير الطرشان وما جاوره من رمال وبطحاء ووديان إلى الشنقيط الصامدة أمام عاديات الزمان إلى انتيرغنت التي تعيش في غياهب الجبال على أمل بعيد بفك العزلة عن ساكنيها الذين حملت لهم هذه الزيارة بارقة أمل في مستقبل واعد تجلت بوادره في طريق أطار أو جفة جكجة التي امتدت على جنباتها طوابير المواطنين الوافدين من البلديات والقرى والتجمعات السكنية تعبيرا عن امتنانهم بتشييد طريق معبد يربط مواطنهم الأصلية بمدنهم العصرية وتسهل التواصل بين أهليهم في الريف بذويهم في المدينة. هي إذن لفتة خاصة من رئيس الجمهورية إلى ولاية أدرار تؤكد للساكنة أن سيادته ماض في تنفيذ وتطبيق جميع البنود والالتزامات التي قطعها على نفسه، خاصة منها ما يتعلق بنهج النزول المواطن البسيط والاستماع منه وعن قرب إلى طبيعة معاناته وإلى مطالبه، ليتزنى لرئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز العمل بعد عودته على بحث جميع الملفات المتعلقة بهذه الولاية وبرمجتها ضمن السياسة الوطنية حسب الأولويات وحسب الأهمية. من النشاط البرلماني، عقدت الجمعية الوطنية جلسة علنية اليوم تحت رئاسة النائب محمد البويلي لرئيس الجمعية، وقد تمت المصادقة خلال هذه الجلسة على مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية باريس بموجب اتفاقية الإطار للأمم المتحدة في مجال التغيرات المناخية. ناقشت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية التي عقدتها اليوم تحت رئاسة رئيسها النائب محمد البويليل مشروع القانون رقم 095-16 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق باريس بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي. مقررة اللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية النائبة زينب متتقي قدمت في بداية هذه الجلسة تقريرا مفصلا بينت فيه الأهداف الأساسية لهذه الاتفاقية والدور الذي ستساهم به في الحد من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية. مداخلات النواب ركزت في مجملها على تثمين الجهود المتواصلة للحكومة في مجال حماية البيئة عبر المصادقة على هذه الاتفاقية بالتعاون مع الشركاء، وطالب النواب بضرورة الإسراع في وضع آليات تنفيذية قادرة على مواجهة الحرائق في جميع المناطق الداخلية للوطن والحد من التداعيات السلبية الناتجة عن قطع الأشجار في بعض المناطق الريفية من أجل المحافظة على البيئة في ظل الزيادة السكانية الملاحظة داخل المدن. وزير البيئة والتنمية المستدامة أمدي كامرا قدم في بداية هذه الجلسة عرضا مفصلا أمام النواب عن السياسة الحكومية المتبعة في مجال البيئة، مؤكدا على أهمية هذه الاتفاقية التي ستلعب دورا أساسيا في القضاء على التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية. وأكد السيد الوزير أن قطاع البيئة يسعى إلى مواصلة الجهود مع جميع الشركاء لتنفيذ هذه الإجراءات المتخذة في المجال البيئي. وفي رده على الأسئلة والاستشكالات التي طرحها النواب، أكد السيد الوزير أن القطاع وفر جميع المعدات الفنية واللوجستية لحماية المراعي على عموم التراب الوطني عبر استراتيجية متكاملة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والقضاء على المخاطر البيئية المختلفة. وفي الأخير صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون المتعلق بهذه الاتفاقية في مجال التغيرات المناخية. كما عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية مساء أمس اجتماعا تحت رئاسة نائب رئيس اللجنة النائب سيدي بابو للها، وخصص هذا الاجتماع لمناقشة ميزانية الدولة للعام 2017. ومثل الحكومة فيه وزير الاقتصاد والمالية السيد مختار اللجاي. كما اجتمعت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم تحت رئاسة نائب رئيسها النائب سيدي بابو للها، وذلك لمناقشة الميزانية العامة لوزارات الاقتصاد والمالية
والوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية. مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار واللجائية. أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة اليوم أن ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1438 توافق يوم الاثنين 12 من دجنبر الجاري. وأوضح بيان للجنة أنه بناء على رؤية شبه عامة في عدد من ولايات البلاد، فإن اليوم الخميس وفاتح شهر ربيع الأول 1438 هجرية. في المجال الصحي، أشرف وزير الصحة اليوم في نواكشوط على الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمحاربة السيدا، والتي نظمتها الأمانة التنفيذية المكلفة بمحاربة السيدا في بلادنا. جرت هذه الفعاليات بحضور العديد من الجمعيات الناشطة في مجال محاربة السيدا. فاتح دجنبر كل عام يوم أقر ليكون تظاهرة للتذكير بخطر مرض السيدة الفتاك من ناحية، ويكون مناسبة للتعاطف مع المصابين بهذا الداء الذي يزداد انتشاره بشكل مذهل كل عام. تقول الإحصاءات التقديرية لبرنامج الأمم المتحدة لمحاربة السيدة إن المصابين حول العالم قد انضافت لهم 1,800,000 مصاب خلال هذا العام، وهو ما جعل الدولة الموريتانية تدق ناقوس الخطر. إن بلادنا تخلد اليوم على غرار المجموعة الدولية اليوم العالمي لمكافحة السيدا تحت شعار إدماج التكفل بمرضى السيدا في المنشآت الصحية يساهم في القضاء على السيدا. إن هذا اليوم سيخصص من أجل محاربة هذا الداء والسعي إلى تحقيق المزيد من التحسيس والتوعية ضد هذا المرض. لقد استطاعت بلادنا أن تقطع مراحل مهمة في محاربة مرض السيدا خلال السنوات الأخيرة، محققة بذلك نتائج إيجابية معتبرة، كما تشير إلى ذلك الإحصاءات والأرقام التي قدمتها الهيئات المعنية. الأمانة التنفيذية المكلفة بمحاربة السيدا تتكفل بعلاج المصابين بهذا الداء بشكل كلي ومجاني، وتقول الإحصاءات التقريبية أن حوالي 14,000 مصاب بالمرض يوجدون في موريتانيا، منهم 6,000 تم تسجيلها، ويتلقى منها العلاج بشكل مستمر حوالي 3,000 فرد. في موريتانيا تظهر التقديرات الوبائية أن عدد الإصابات ما زال منخفضا، إلا أن نسبة الإصابات مقلقة عند بعض فئات السكان الأكثر تعرضا للخطر. لذا فإن الحالة الوبائية المنحصرة يمكن أن تتطور إلى وباء شامل نظرا لوجود عوامل الخطر داخل السكان، وعلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بهذا التحدي، فقد أصدر تعليمات سامية إلى الحكومة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي من بينها على وجه الخصوص إدراج مكافحة السيدا كأولوية ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وعلى الخصوص الاستراتيجية الوطنية الجديدة للنمو المتسارع والازدهار المشترك. ممثل برامج الأمم المتحدة في موريتانيا السيد مارسيو ماجا ثمن جهود الدولة، معتبرا أن تكفلها بعلاج المرضى أمر بالغ الأهمية. بدوره أشاد رئيس الشبكة الموريتانية للأشخاص المتعايشين مع الفيروس السيد الشيخ ورسيدي بمواكبة الدولة للمرضى بهذا الفيروس القاتل، مضيفا أن الأمانة التنفيذية تواكب عمل الشبكة في مجال العلاج والتحسيس. يذكر أن فيروس الإيدز تم اكتشافه عام 1982 وقد تجاوز ضحاياه 36 مليون شخص، تشكل القارة السمراء منهم حوالي 70%. أشرف الفريق حنان ولسيدي القائد المساعد للأركان العامة للجيوش صباح اليوم في عدة مناطق من العاصمة على تدشين عدد من المنشآت العسكرية. وتأتي هذه التدشينات في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني. هنا بالمؤسسة المركزية للاحتياط العام للعتاد يشرف قائد الأركان العامة للجيوش المساعد الفريق حنان والسيدي على تدشين عنابر للسيارات احتفاء بعيد الاستقلال الوطني 56. الفريق تلقى إيضاحا من قائد مديرية العتاد بالجيش حول حجم العنابر وطاقتها الاستيعابية قبل أن يتفقد بقية العنابر والآليات المركونة بها.
وفي إطار الاحتفاء بعيد الاستقلال الوطني دائما دشن قائد الأركان العامة للجيوش المساعدة عنبرا لحفظ الآليات بمقر كتيبة الإشارة والأنظمة التابعة للأركان العامة للجيوش قبل أن يفتتح مطعما بمقر الكتيبة يقدم خدماته لضباط الصف والجنود العاملين بالكتيبة. الفريق حنان والسيدي توج تدشيناته اليوم افتتاح مسجد بمقر كتيبة الموسيقى التابعة للقوات المسلحة إضافة إلى مباني سكنية مخصصة للجنود وضباط الصف وتلقى إيضاحات حول الكتيبة والمهام التي تقوم بها. تأتي هذه الإنجازات في إطار تعزيز وعصرنة قواتنا المسلحة التي أثبتت جدارتها في مواجهة التحديات الأمنية. الجيش الوطني اليوم بفضل ما يملك من عدة وعتاد أضحى قوة يحسب لها حسابها بين جيوش المنطقة. انطلقت اليوم من مدينة كيف عاصمة ولاية الإعصاب قافلة تحسيسية منظمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع التعاون الإسبانية، وتهدف القافلة التي ستجوب ولايتي غورغول والإعصاب لتعبئة قادة الرأي على المشاكل الاجتماعية التي تترتب عن العنف وتوضيح السبل القانونية والعلاجية المناسبة للمحافظة على قيم المودة والرحمة التي يقوم عليها الكيان الأسري. من بين كل 1373 حالة من النزاعات الأسرية التي تم تسجيلها خلال سنة 2015، 16% تتعلق بالعنف الزوجي، نسبة جعلت الجهات المختصة بقطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة تتحرك لنشر الوعي بخطورة العنف وخاصة العنف الزوجي لدى سكان الريف. فنظمت قافلتها الثانية التي تسلط فيها الضوء على أسباب العنف الزوجي وأشكاله، وستجوب هذه القافلة التي تدخل ضمن الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمكافحة العنف 25 نوفمبر ولايتي غورغول والإعصاب. وبدأت القافلة أعمالها بهذه الورشة لتكوين الفاعلين حول الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة العنف الزوجي. لقد عاشت بلادنا في جو من الأمن والسلام منذ أرساها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز دعائم الاستقرار القائم على الأخوة والتضامن بين فئات المجتمع، واعتمدت السلطات مقاربة تقوم على الحوار الشامل وتوسيع الحريات العامة، وذلك سعيا لمحاربة ثقافة العنف في جميع المجالات. ويعمل قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة منذ بعض الوقت على مقاربة متعددة الجوانب في مواجهة ظواهر العنف داخل الأسرة، وذلك بالوقاية أولا عبر حملات التحسيس والتوعية المتواصلة لتعريف الأزواج بحقوقهم التي كفلها الشرع والقانون، والتحذير من النتائج الضارة للعنف بين الزوجين على الأبناء، كما نصب القطاع لجانا جهوية في جميع الولايات لاستقبال ومعالجة النزاعات الأسرية وتشجيع المصالحة والاستقرار والوقوف مع ضحايا العنف الزوجي ومؤازرتهم إذا اقتضت الضرورة. السيد محمد الأمين ولا السيد إبراهيم عمدة بلدية كيفا أكد على ضرورة إشراك العمد في العملية التحسيسية لقربهم من الفئات المستهدفة. وتحدثت مديرة الأسرة السيدة هلالة فاطمة بنت الصادق عن أهداف هذه القافلة والنتائج المتوقعة منها. عدة عروض سيقدمها المتخصصون في المجال تتعلق بوضعية النزاعات الأسرية في الولايات المزورة ومدونة الأحوال الشخصية ومسودة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف الزوجي. وهنا بالعاصمة نظمت السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية صباح اليوم بثكنة الحماية المدنية بتفرغ زينة ورشة لإطلاق تمرين تحضيري حول تنفيذ الخطة الوطنية للتدخل والاستجابة في حال حدوث خطر نووي أو إشعاعي أو بيولوجي أو كيميائي. تنظم هذه الورشة بالتعاون مع مركز الامتياز الأوروبية ومع مراكز الامتياز الأوروبية والإدارة العامة للحماية المدنية. إسهاما في الحد من التهديدات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية والتصدي لمخاطرها وتعزيزا لقدرات المعنيين في هذا المجال، يأتي تنظيم التمرين التحضيري حول تنفيذ الخطة الوطنية للتدخل والاستجابة في حال حدوث أي خطر نووي أو إشعاعي أو بيولوجي. وتستفيد من هذا التمرين السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية وقوات الجيش والأمن والحماية المدنية والجمارك.
المحرك. رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية السيد صالح والملاي أحمد أكد أهمية التمرين وجاهزية السلطة للتصدي للتهديدات النووية والإشعاعية بجميع أشكالها لما تمثله من خطورة بالغة على حياة واستدامة كوكب الأرض. أما مدير الوقاية والرقابة بالإدارة العامة للحماية المدنية فقد أوضح استعداد الحماية المدنية لمواكبة جهود الدولة لمكافحة الكوارث النووية حال حدوثها. معبر عن استعدادنا في أي وقت لأي عمل مشترك يصب تحتين الظروف الأمنية، يصب في تأمين بلادنا من أي خطر، خاصة في المواد اللي خبرتنا فيها مازالت ضعيفة. كذلك مرحب بشركائنا اللي تعاونوا معنا واللي كونونا في ذا المجال. خبراء مبادرة مراكز الامتياز الأوروبية قدموا شروحا فنية عن طبيعة التمرين وكيفية التدخل السريع في حالات الطوارئ، وقد شملت فقرات التمرين عروضا تطبيقية تجريبية وتدخلات افتراضية حول طرق التعامل مع المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية المحتملة. شرعت سلطة منطقة وريب الحرة منذ إعلانها في تطوير المرافق العمومية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها، وتجب السلطة من وراء ذلك إلى تحسين المرفق العمومي وتوفير عرض أفضل للخدمات الأساسية المختلفة مواكبة للنمو الديموغرافي والحضري لمدينة وريب. في ظل النهضات العمرانية التي عرفتها مدينة وريب منذ انطلاقة المنطقة الحرة وما صاحب ذلك من نمو ديموغرافي وزيادة في النشاط الاقتصادي، أصبح من الضروري العمل على تحسين المرافق العمومية وتوفير عرض الخدمات الأساسية المختلفة. وفي هذا الإطار شرعت سلطة منطقة وريب الحرة بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية في تنفيذ التوجيهات العامة للدولة بغية ترقية المرافق العمومية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها. وقال السيد جيسي مامادو أمادو مدير قطب البنى التحتية بالمنطقة الحرة أنه في مجال المياه قامت سلطة منطقة وريب الحرة بدراسة بناء محطة لتحلية المياه بطاقة 50,000 متر مكعب للمياه يوميا، سيتم الشروع فيها قريبا وستمكن من تخفيف الضغط على حقل بولنوا. وفي مجال الكهرباء أشار جيسي إلى أنه تمت زيادة طاقة الإنتاجية للمدينة خلال السنوات الأخيرة مما مكن من الحد من الانقطاعات وزيادة تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وفي مجال الصرف الصحي بين مدير قطب البنى التحتية بالمنطقة الحرة أن السلطة تعكف على دراسة المخطط الرئيسي للصرف الصحي للمدينة، حيث تم إعداد الدراسات النهائية المفصلة وتهيئة عروض المناقصة بعد تنظيم عدة ورشات. وفي مجال عصرنة المرافق العمومية قامت سلطة منطقة وريب الحرة بالتعاون مع خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم التي مولت المشروع بمتابعة من قطاع الصحة على إنجاز منشأة استشفائية تستجيب لأفضل المواصفات العالمية. ونظرا لما يخلق التوسع الاقتصادي من رفاه، فإن مشروع المنطقة الحرة يحتوي على جوانب هامة من التطور الحضري والتحولات الكمية. احتضنت قاعة الاجتماعات ببلدية دار النعيم افتتاح ورشة جهوية حول التعريف بحقوق وترقية المهاجرين في موريتانيا، وتهدف الورشة إلى تكوين الفاعلين في مجال الهجرة على اتفاقيات حقوق المهاجر. تسعى هذه الورشة الجهوية المنظمة من قبل جمعية الشبابية والتنمية بالتعاون مع شبكة الوحدة من أجل التنمية البشرية للتعريف بحقوق وترقية المهاجرين بموريتانيا. المشاركون في هذا اللقاء سيتلقون مواضيع حول سبل الكفيلة بوضع ترسانة قانونية تحفظ للمهاجرين حقوقهم. تهدف إليه إلى هدف نبيل هو توعية الجميع كل حسب اختصاصه، منظمات المجتمع المدني، الأمن الوطني، القضاء، جميع الذين يشهدون على تماس مع المهاجرين. منسق جمعية الشفافية والتنمية أوضح الهدف العام من هذه الورشة وما سيميزها من عروض ومداخلات. هدف منها هو تكوين الفاعلين في مجال الهجرة على اتفاقيات حقوق المهاجر وأسرته وعلى
عملوا على شخصه. بدوره أبرز قنصل المملكة الهولندية أهمية هذه الورشة الجهوية المتعلقة بحقوق المهاجرين في موريتانيا وما سيتخللها من مواضيع ذات صلة بحقوق المهاجرين، مذكرا منظمات المجتمع المدني والعاملين في هذا الإطار بلعب الدور المناسب اتجاه المتغيرات المتسارعة في هذا المجال. نظم ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم صباح اليوم ورشة خاصة بتعميم إطار عمل التعليم لغاية 2030، وذلك لصالح بعض المنظمات المنضوية تحت لواء الائتلاف. نائب رئيس الائتلاف السيد محمد سالم النبوه ألقى كلمة أكد فيها أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي الائتلاف إلى تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال النهوض بالتعليم من أجل تعليم شامل، كما يهدف إلى إطلاع وتعبئة منظمات المجتمع المدني على إطار أهداف الألفية للتنمية سنة 2030 في إطاره الخاص بالتعليم بغية تحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال. نظم الاتحاد المركزي للطلبة الموريتانيين اليوم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط العصرية حفل الانطلاق الرسمي لأنشطة العام الجامعي 2016-2017، وذلك بالتزامن مع تخليد عيد الاستقلال الوطني المجيد. وقد أعلن المتحدث باسم الاتحاد خلال الحفل عن تبني نقابته لكافة المطالب الطلابية المشروعة واستعدادها للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية المتاحة، وقدم الاتحاد عريضة تضمنت مختلف المطالب التي ينادي بتحقيقها. دوليا أدلى الناخبون في غامبيا اليوم بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد من ضمن ثلاثة مترشحين، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي الذي يحكم البلاد منذ 22 عاما، ومرشح موحد لتحالف المعارضة هو أداما بارو. ودعي الناخبون البالغ عددهم حوالي 890 ألف ناخب للتصويت في الاقتراع الذي يتنافس فيه جامي وبارو وماما كاندي النائب السابق عن الحزب الحاكم ممثلا عن حزب جديد. ويفترض أن تعلن ابتداء من الليلة النتائج الأولية لهذه الانتخابات. أعيد انتخاب النائبة نانسي بيلوسي زعيمة للديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي بعد فوزها على منافسها تيم رايان النائب من منطقة يانشتاون في شمال شرق أوهايو بواقع 134 صوتا مقابل 63 صوتا. وتعهدت بيلوسي بعد انتخابها بالدفاع عن قيم الديمقراطيين ومعارضة الرئيس المنتخب دونالد ترامب عند اللزوم. الاقتصاد مع محمد بديدي بعد الفاصل. شكرا لك زميلي أحمد والشريف المختار، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى النشرة الاقتصادية، ونبدأها بأسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. افتتح بمدينة رام الله في الضفة الغربية موقع إلكتروني خاص بشؤون الاستثمارات في سوق العقارات، حيث يشهد قطاع الشركات الناشئة ازدهارا كبيرا في الضفة. وأكد القائمون على هذا الموقع أنه يقدم تقارير مع تحليلات عن سوق العقار لمساعدة الزبناء للحصول على أفضل فرص للاستثمار. أعلنت أبوظبي أن متحف اللوفر قيد الإنشاء يفتح أبوابه العام المقبل 2017، ويأتي المتحف ثمرة للشراكة بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وهو أول متحف يترجم روح الانفتاح والحوار بين الثقافات. ويصل الغلاف المالي لبنائه إلى 654 مليون دولار أمريكي. محطة عائمة للطاقة الشمسية تساوي مساحتها 18 ملعبا لكرة القدم، ويمكنها توفر الطاقة لما يقرب من 5000 منزل، يجري بناؤها حاليا في المياه اليابانية، وستكون المحطة الأكبر في العالم. ويقول الخبراء إن الأراضي الصالحة للاستخدام في هذا المجال عالية التكلفة في اليابان، الأمر الذي دفع بالمختصين إلى اتخاذ قرار ببناء محطة لتوليد الطاقة على المياه.
وفي مالي نتابع أسعار الأسهم وأهم المؤشرات في الأسواق المالية العالمية. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا لكم مشاهدي الكرام على كرام المتابعة، وبعد الفاصل عودة إلى زميلي أحمد والشريف المختار. شكرا لك محمد. ولم يبقى إلا التذكير بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يصادق في اجتماعه الأسبوعي اتفاقية قرض مخصص لتمويل مشروع دعم تشجيع المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب. الجمعية الوطنية تصادق في جلسة علنية على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية باريس المتعلقة بالتغيرات المناخية. الناخبون في غامبيا يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد من ضمن 3 مرشحين، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته يحيى الجامع. أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء. شريحة تساوي ساس الاتصال تساوي والفيها 5000 وانترنت تساوي ولا تساوي شي ما هو مساوي و200% في المية.